الصومالية الشريف شيخ أحمد أيا كلن وحا ولقاتي دليرادا حزبيغا هيميلا قران كلن كان أيا لوغه هدليه سيدي حزبيغا هيميلا قران دليرادا كجرتا دور مهم هاي وقادن لهايين إزبدلادا لفيليو إن أي كدا عن صوماليا إسلامر كان دليرادا حزبيغا ولجان قادي لهايين وعي إجراء وحانا مداشا كسو قيب غلي سياسيين وكميدي هاي دوقي هوري مقدشو مونقاب حلبانو إيو دليرو سياسيين تي كهذا الشيء كلن كأي بوجادي حزبها هي من القرن هي سامنتا وكله هي سياسة الصومالية. أنت هذه هذا وفرحسنا هاي إن كسوق غيب قالوا سمنار كان قابن ونوسوا جاسم حزبها من القرن ثلاثة هذه توجيه قولي هاي مدحيني هو الصومالية مدحين الشريف شيخ أحمد وارين هذه هذا ونعكسن محايل مركي للدون هاي إن شقه ونعكسن لقبته أو شق قرن أه وحكوري صرت وحي شقد لقبنا إن علم وقال له إيش. وحول بوحاء وأصل يا أساس صارتين هذا وحاء قد كشقين دي سيدات فهم سنتاي حزب محويا ونولا الشيغي مركان إن المبادي ذو قود أن فهم سنتاي لأن يرتنا دواء جيلك مارة مستقبلك يجيلك هدبا مركان لأن يرتي مركان إن لوقبتو سمنار عين كان وكلا رنتي وارن أدي أدو ونكسن بلشدنا دي وحاء بري متقانا يكوتاقن تاي لأن يرتا مركان دانيرتان سوماليات إقبلها ويلش عليه هل كان قلب تفريان رنتي آدي هذا نوفر حسن هاي وحن ليه السود وهذا رنتي وحوي وقت جينا قالجة السوق يبتين وحن أم هذا علنا يا مذحوينها هرن مذحوين وصو نغض هذا أن رجيني إن مستقبل كم مذحوينها سو صعدين ونغض يعني أم هذا علنا يا ديق عشوب إن لوش بحزبه قوان صدي فكرة أسيك سوق قضية إن سبنار كان نوعنا لقبته لأن يرد الصوماليات حزبه كصابيري كو كصابير دونه أي أركان حزبه رؤوس عضوان فريدهن واحد ربنا إن لون حوضنك ذاتك بتين لها إن برامج عد أو بدأ عيدك جدي كران أنا وحوضنا مرشح لصوت إيجابي سو سورة قال لي أيده دكده أنا حيران تاعي دكده حيران ونيكي فري أيده دي بدل سو صاد دورت ونيكي هل كان كاني إن لسو دورت أسوق بوبي كاري نيكي نحط صاد دير أسوق بوبي كارو وبقولي صدنا يصدنا هذا كلية أيوة حقر عيان وهبل يهبل يهبل يسوس سعره ليه كارو نيكي يري دكتي أفران تاعي قالوا ولا دكتي رتاسو سعرت نيكي أصل تجابي أيام وضرنا marka tiimka hadda xukunka haya waxaan leeyahay ahzaab la isku dooranaya dimuqraadiyada la isku dooranaya qof yaquda la aadaya xisbiyaduna saddex ay ahaayeen saddexdana waa saddex anaga aan ognahay ma shaqeynayso waxaan ogolnaa in doorasho la aado in qof yaqud la aado in dadku cidda madaxda u naqaysa ayagu soo doortaan wax dhibaato ah kama jiraan dastuurkana waa ku qorantay لكن هذه ما حد ينكر تتحزبي هذا وأنا يجوا هران شروط سمي عندما نضم أنت وأركا وواحد عن سحشن تستورك قيبه لسهر مريو طبعا أي كم وقت إن أنت إذا جاء لك بهذا البخر ما يدل آخري وحبذا نكوري وح منطق الأنسحية بماشي يلا madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed ayaa kula dadaarmay dhalinyarada in kaalintooda ay ka qaataan habsami u socodka xisbiga iyo sidii ay u noqon lahaayeen hoggaanka bulshada waa munaasabad qaali ah anuga mahadceliyay Ustaad Ahmed Cabdulla muhaadarada qaymka oo noo soo diyaariyay inkastoo waqtiga lagu cariiray laakiin waxaan rajaynayaa maalmo kaligiis inuu heli doono insha Allah tabaaraka wa ta'ala intaas markaan ka gudbo dhamaan teen halkaan waxaan u joognaa munaasabadan furitaanka seminarka dhalinyarada lagu wacyigelinayo ama lagu baranayo ahzaabta siyaasadeed taariikhdooda qaabka ay u kala baxaan maxay ku kala duwan yihiin maxay u aasaasan yihiin maxay soo kordhinayaan see looga mid naqan kara oo runtii ah arrin aad iyo aad muhiim u ah in dhalinyarada Soomaaliyeed jiilka cusub ee waxbartay maanta yacni higsanaya inuu dalkan hoggaamiyo gaarsiiyo himilooyinka iyo ujeedooyinka dadka Soomaalida ay filayaan inay gaaraan in lagu tababaro fursadaas waxaan hubaa
dad badan oo Soomaaliyeed ma helin ee looma diyaarin aragti siyaasi ah ama xisbi siyaasi ah inay ku dhex barbaaraan ujeedada loo sameeyayna waxay tahay inay fududaato jihaynta siyaasadda dalka oo aad ogtihiin xilli adagna soo martay wulina ay gabi dhacleynayso shay walbana waxa u baahan yahay cilmi iyo aqoon haddaan la helin cilmi iyo aqoonti loo baahnaayna lagama mar dhali karo hawlihii loo istaagay Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.